السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم أصدقائي بفيديو جديد. أعلنت الحكومة السويدية اليوم ببيان صحفي إلغاء مكافأة المناخ لمشتري السيارات الجديدة المناسبة للبيئة بالسويد، وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022. وجاء بالبيان الصحفي للحكومة أنه ما عاد في هناك سبب كافي لتقديم هاي المكافأة، وأنه ما يعادل نصف السيارات اللي تم شرائها حديثا بالسويد هي صديقة للبيئة. طبعا المكافأة المناخية هي عادة بتم منحها للأشخاص اللي بيشتروا سيارات صديقة أو مناسبة للبيئة، وجزء منها بيكون ضريبة واقعة على الأشخاص اللي بيشتروا سيارات غير مناسبة للبيئة بشكل جيد، يعني مثلا السيارات اللي بتمشي على الديزل أو البنزين. طبعا هذا الشق رح يتم مستمر بالنسبة للضرائب المفروضة على هذا النوع من السيارات، وبحسب الحكومة السويدية رح يتم استثمار هاي الضرائب للتشجيع على شراء السيارات الكهربائية. وأحد أسباب قرار الحكومة الجديد أيضا هو أن الأموال المخصصة لهذا النوع من المكافآت انتهت وتم استثمارها بشكل كامل، وحتى أن الحكومة السابقة أضافت مبالغ إضافية على المبلغ اللي كان مخصص لهي المكافآت، واللي تم صرف منها حوالي 10 مليار كرون من عام 2018 لما تم إقرار هاي المكافأة، واللي اندفعت لنحو 270 ألف صاحب سيارة جديدة أو شخص اشترى سيارة جديدة بالسويد من وقت إقرار المكافأة عام 2018، واللي هي بتعادل حوالي 25% من قيمة السيارة الجديدة. وبالتالي اعتبارا من الآن أي شخص بيطلب أو بيشتري سيارة جديدة ولو كانت صديقة للبيئة من 8 نوفمبر 2022 ما رح يقدر يستفيد من هاي المكافأة. هيك نحن نوصل لختام هذا الفيديو. شكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.